عايز اقول ان في ناس مرات كتير تعبانين, مرات بنفاجئ ناس مؤمنين. يعني لما نقرا في اعمال 7:9 يقول رؤساء الاباء حسدوا يوسف. رؤساء الاباء القامات الروحيه, رؤساء الاباء اللي دخلت عليهم المبادئ والنواميس والطقوس وبقي شعب الله, الناس القامات دول عملوا ايه؟ حسدوا وباعوا. نعم. مرات كتير بنتعثر ونشوف صدمات يمكن من قامات روحية في الكنيسة, قامات روحية خدام, وتحس ان عصرة. انا مش عايزك تحط عصرة قدامك, عايزك تحس وتدرك ان كل ما تمر به هو هيقودك لتتميم مقاصد الله, لانك تحيا بالإيمان. لاننا لا نسلك بالعيان لكننا نسلك بالإيمان.